نشوف ما لناش احنا من اللي نتشكوا نبكوا البلوز ولا بون بلوز علينا على الادفيرسير. الماتش بون او نيفو تاع فوليوم دو جو عملنا فوليوم باهي. ا سارتان مومون برشا حطينا الاتحاد المنستيري في وضعيات صعيبه اللي عمل الديفيرونس. نقول انا التون فورم تاع الاتحاد المنستيري بدايه الوقت الشوط الثاني ماركاو دو بوت في وقت قريب لبعضهم اللي خلاونا شويه بيرتوربي. هما لغريسا هنا بالاشي رجعنا كان ثم اسبري عند الاولاد اسبري دو جروب واسبري مونتال باهيه، لكن ضد فرق فوقك خبره، فرق اللي تعرف تحافظ عندها التراديسيون باش تعيش دي ماتش كيما هذوما صعيب. هنيئا الاتحاد المنستيري اللي عرف كيفاش ينتصر. احنا اللي فوت هذوما ديما نقول اولادي صغار ان نصلحوا عليهم وان شاء الله القادم افضل. تعتبر هزيمه يعني قاسيه سبتو مع بعض الاخطاء شفناها دفاعيا يعني بدايه شويه مع الارتفاق نتاع الملعب. مو قاسيه خاطر شوف تكمل البريمير ميتون ايغاليتي، البريمير ميتون على مستوى السيطره تقسمناها مع الاتحاد المنستيري، دوزيام ميتون كان عندنا فاكتور الريح معانا، لكن كيما قلت لك ليكيب ادفيرس بالاكسبيريونس وفي التون فور نتاعهم عملوا الفرق. سي لطفي توقف نشاط البطوله اثر على النتيجه ماتش؟ جدا اثر جدا. شوف الشكوى الربي، ما شوف احنا البارح بركه سمعنا بالماتش الجاي، معناها كل ماتش وقتاش إليا دو سومان ظهر يلعبنا وبعد بالاربعاء، ميم حتى البروغراماسيون سيكليك باش تعمل ميكرو سيكل، يتعب يتعب خاصة على المستوى البدني على المستوى الذهني، ماذا بينا تهبط كالوندري كيف دول العالم الكل، تل جور ثم بطولة، تل جور تريف، تل جور خاطر احنا مع كامل احتراماتي للخيار ونحترموهم في الرابطة، ما كيما أهل العيد، أنا شوف أنت بطولات العالم الكل معروفة جورجي وقتاش يلعبوا الجورني الأولى الثانية، احنا كل جورني نهار افون اون سيمين